يبدأ سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يوم غد الأحد زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وبحث سبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. الكويت في قلب مصر ومصر في قلب الكويت هي ليست بمقولة يرددها الآخرون، ولكنها عقيدة راسخة تؤكد عمق العلاقات في ظل الزيارات المتبادلة، خاصة تلك الزيارة المرتقبة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح إلى مصر، ما يعكس صورة إيجابية على العلاقات الاقتصادية وتطور التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين. بنرحب بسمو رئيس الوزراء الكويتي لمصر. دولة الكويت بتمثل دولة شقيقة، علاقتنا بيها منذ تأسيسها لم تتغير، لم يشوبها المصالح السياسية بشكل واضح. العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت علاقات ضاربة في جذور التاريخ. احنا طبعا مستبشرين خيرا، لان هي اول زيارة، وكمان هي زيارة عمل لتنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات في حضور سعادة الرئيس السيسي إلى الكويت. من المتوقع خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتبادل الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. المناخ مناسب لعقد المزيد من الصفقات، خاصة أن مصر تحتاج إلى أشقاء العرب في أن يكون هناك دعم للاقتصاد المصري، وأيضا الأشقاء يحتاجون إلى تنمية استثماراتهم باستثمارها، وأعتقد أن مصر ترحب بهم من خلال القوانين الآن الموجودة وحافظ الاستثمار وضمانات الاستثمار، قانون ضمانات الاستثمار الذي صدر به قرار بالفعل من مجلس الشعب ونشر في الجريدة الرسمية، الذي يضمن حقية المستثمر في كافة حقوقه وواجباته. تمثل زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء فرصة كبيرة وجادة لإتاحة الحوار المتبادل بين المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وأصحاب الأعمال وقيادات الشركات. في عصر شديد المنافسة تشهد الفترة الحالية الكثير من التحديات الاقتصادية والتجارية على المستوى العالمي، الأمر الذي يتطلب مزيدا من التحرك بفعالية وديناميكية لتجاوز العلاقات الثنائية بين مصر والكويت إلى الأسواق الخارجية الدولية منها والعالمية. أمل مسعد، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة.